انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمراوين الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة في يومها الأول بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 137 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 32 فحصا معمليا وإجراء 7 فحوص أشعة والسونار، كما تم إجراء 26 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. بيتم تقديم كافة الخدمات الطبية بالكامل مجانا، يمكن أكثر من تخصص العظام والباطنة والجراحة والأطفال والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وكذلك نشمل الخدمات من خدمات معملية أكثر من 16 نوع من أنواع التحاليل والمعمل، وصيدلية متكاملة تشمل كافة الأدوية أكثر من 100 صنف، تقدم كافة التخصصات الطبية من أجل خدمة كل أهالي البحر الأحمر. بنقدم خدمات طبية بالمجان من كشف وفحوصات وتحاليل وصرف علاج دوت للنهوض وبالمستوى الصحي في كل المناطق جمهورية مصر العربية وفي خط البحر الأحمر.